أنا الأخ عبسام إبراهيم بن يوسف، نبلغ من العمر 65 سنة، وقضيت منهم 50 سنة في البحر. 50 سنة بداية الخدمة متاعي أنا صغير، يعني بديت بشبكة متاع اللي يخشوا بها متاع القومة، أول بداية، وبديت نسترزق بها. بعدين شفت الرياض، بديت نطلع معهم، علموني كيف نشد مقاديف، كيف نرخي الشبكة، كيف الأرضية تحتنا شن هي، كيف نطلع، كيف نكيل المية، يعني علمونا. الحمد لله قعدت شي 18 سنة باش حصلت بطاقة صياد، لأن كانت بالامتحان، مش زي توا تبي بطاقة صياد يقولك حاضر. 18 سنة باش حصلت بطاقة صياد، من جيت للرئيس بتاعي قلت أنا بطاقة صياد، قال لي تراه يديك، شاف يدي، قام قال لي كلهم من الشحان، قال لي تو بندير لك امتحان، يعني طلعوا بي برا وخلوني، قال لي روح بيها بمقداف واحد مقام، روحت لهم بيه. دفني كبيرة، كيف الوضعية لما نطيح البحر، كيف نعوم، كيف يعني عدة حاجات. أطفالي الموتور، قال لي أول موتور وقف، كيف بتروح، شنو تدير، شنو، يعني امتحانات كانت صعبة جدا. يعني عمري كله قضيت في البحر. الفلوكة الأولى طابت وبعتها بأرخص ثمن، لكن وين جيت نساوم في محرك، قال لي 18,000 19,000، ما عنديش كيف ندير. يا ريت أنا نحصل قارب ونخدم وغيره. يجب على الدولة الناس اللي يقدم الناس المخضرمين، يعني تشجعهم. احنا نبغى نصبر ونبغى نعلموا شبابنا، او ما نعلموا فيهم الصبر، في الصبر فهمت، نعلموا فيهم كيف يدير وكيف بشويه بشويه، لان ما يجيش طول نور تعال شد، لا مش هيك. اول ما تجيبه كان في شبكه تقعمز انت وياه، ولا ديركي بشويه. البحر هذا تعني يعني شو بقول لك، يعني حياتي كلها فهمت. هذه مهنه طيبه وشريفه ونحبها، نحب هذه المهنه.